ربي خلق كل شيء بميزان، بالعدل ما يطغى إنسان على إنسان. ربي خلق كل شيء بميزان، بالعدل ما يطغى إنسان على إنسان. واليوم الشر في كل مكان، فقدنا طعم الأمان، والسبب دليل الخير ميلو كفة الميزان. واليوم الشر في كل مكان، فقدنا طعم الأمان، والسبب دليل الخير ميلو كفة الميزان، ميلو كفة الميزان. السرقة من المواضيع الخطيرة المنتشرة داخل المجتمعات العربية والغير عربية، ولما لها من تأثيرات على المواطن وعلى المجتمع. موضوع حلقة اليوم يحكي عن السرقة وانتشارها داخل مجتمعنا. نتابعوا مع بعض. الإسلام قد احترم المال من حيث أنه عصب الحياة، واحترم ملكية الأفراد ليه، وجعل حقهم فيه حق مقدس لا يحل لأحد يعتدي عليه بأي وجه من الوجوه. ولهذا حرم الإسلام السرقة والغصب والاختلاس والخيانة والربا والغش والتلاعب بالكيل والوزن والرشوة، واعتبر كل مال أخذ بغير سبب هو مال بالباطل. وفي حلقة اليوم رح نسلط الضوء على هذا الموضوع. عاودونا يا جماعة الخير، خدينا شوكولاتة يا بنيتي، خدينا. السلام عليكم. في البداية كان المكان هادئ وطبيعي، صباحنا يا جماعة. بعض الناس أعطوا مكانهم للرجل الأعمى في الكاسة. وهنا طلبنا من الممثلة زينة الابتعاد عن الرجل الأعمى. شوفينا الفلوس يا زينة. يا رب شوف لنا كم يا زينة. زينة وهني وقعت السرقة. وصار التدخل فورا. حاول تعمل القصة.
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وانت طيب. كل عام وانتم بخير. يبارك فيك. اللي صار قدامك قبل شوية هو مشهد تمثيلي وهو سرقة رجل أعمى أمام الناس. رأيك في هالموضوع؟ شنو رأيك في الموضوع؟ هذه ديما تستغلوا فيهم بالنسبة للناس الضعفاء ديما والبصر فاقد البصر. ديما الناس تستغل فيهم وتستغل في الظروف متاعهم. إنه يقول لك ما يدريش على راحه والله. لكن الحمد لله في ناس تبرك فيهم وناس كل عين عليهم وإحنا نتمنى نساعدوه والناس كل تبي تساعده. رأيك في هالموضوع اللي صار؟ والله الرأي شيء يعني يوسف إني تشوف واحد كي بيسرقك الحق ما صدقتش اني في الاول ندسم في جيبها وقلت كيف انا استغربت في الامر الحق يعني. انت شفته كيف سرق اللي حسيت به واللي صار معك ممكن توضحه لنا؟ والله يا امر مؤسف الحق انا كان في مش توقع انا في البلاد في شيء وفي المشهد الثاني كررنا التجربة من جديد. أرفعين الكاسة يا زينة. الناس تعاطفوا مع الرجل الأعمى وأعطوه الأسبقية في المكان. وقفيني وقفيني تعال الكاسة. وين يا بنت وين؟ يا زينة. بعض الناس مستغربين. زينة زينة السلام عليكم. هنشوف لنا الحساب يا جماعة سامحونا. السلام عليكم. يا زينة شوف لنا الفلوس. الله يبارك فيك بارك فيك يا عمي. شوف لنا الحساب يا العمي يا شيخ. في اللي كان منتبه من البداية. نعم 40 دينار. لا في ما زال في الساكو. وصار التدخل. الفلوس يا 40 دينار. نعم 40 دينار هذا فلوس هذا. ما زال فيه في الشنطة. ما زال تزدان فاضي لا تواخذ في شاب. تزدان فاضي خلاص 40 دينار. شكون خلب يا جماعة؟ الله في خلب يا تبات رسمك 40 دينار. لا حول ولا قوة. 40 دينار عند هذا المخنب. مخنب كيف مخنب؟ البنت مخنب. البنت مخنب. البنت مخنب. التدخل كان عنيف. البنت يا جماعة الخير. الراجل خلاص عطيه سيارته برا. ما غيدر يا جماعة الخير. والله لطيف. خلوني على النبي بنت وين؟ لحيدك مخنب لحيدك مخنبته. شحول ما خنبتش يا راجل شع فيها الفلوس. وين الفلوس؟ الفلوس الفلوس هذا الفلوس يا راجل. الفلوس ما عندكش فلوس. اه عند 40 جنيه راه تتبلى علي الناس. عند 40 جنيه يا جماعة الخير. عند 40 جنيه يا جماعة الخير الفلوس. والكل تضامنوا مع المسروق ضد السارق. وين وين لا يا راجل تعال ما شوي قديش هذا 100 دينار حطت لي المرأة 100. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. رأيك في هالموضوع اللي صار قبل شوي؟ طبعا هنا كنبيين وكإنسان اللي ما نرضاش بيه يعني في شكل هذا يصير قدامي ما نرضاش بيه أصلا مستحيل. أي شخص ما يرضاش بيه يعني إنسان مريض. أنا يعني حتى في الطابور خليته يجي قدامي يعني إنسان بسيط ما يفرزش. طبعا بساعدوه وفي نفس الوقت ما نقدرش نشوف موقف شكل هذا قدامي ونسكت. رأيك في الموضوع اللي انطرح قدامك وهو سرقة رجل أعمى أمام الناس؟ الحالة اللي توه لا عادي جدا. موضوع عادي جدا في الفوضى اللي صايره تول. لا عادي جدا. طيب تمام. برايك هو موجود فعلا الموقف اللي صار قبل شويه ولا اكثر منه؟ في اكثر منه. الحل برايك يا مواطن ليبي هو هذا تول لما اخذ مننا الفلوس ما ادري اول ما مس حط ايديه في جبهتي سحبوه بيطلع سلاح. كان ما فيش سلاح ركبوا فوق 10. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. رايك في هالموضوع اللي صار؟ هي كل شيء يجيب الاصول اصلا. ما حركه ما تجيش اصلا. عندي حاله نفسيه ضد حالات زي دي ما تجيش.
تمام. برايك الموضوع اللي صار قبل شويه هل فعلا موجود في المجتمع الليبي؟ موجود، لكن جيل الاصل، اصل الليبيين راهو ناس اصل مش ما يبوش بعض. شفنا مع بعضنا تجربة اجتماعية من برنامج الميزان، واللي كانت تحكي على موضوع السرقة المنتشر في مجتمعنا الليبي. ومن هذا المنطلق خلوا في بالكم كلمة واحدة: إن لم يكن هناك خطأ لن يكون هناك صواب. ربي خلق كل شيء بميزان، بالعدل ما يطغى إنسان على إنسان. ربي خلق كل شيء بميزان، بالعدل ما يطغى إنسان على إنسان. شرف كل مكان فقدنا طعم الأمان، والسبب دليل الخير ميلو كفة الميزان. واليوم الشرف كل مكان فقدنا طعم الأمان، والسبب دليل الخير ميلو كفة الميزان. لحظة ندم فيها ألم، سجن ضمير الناس. ضاع الحلم رفع القلم، صرنا بدون إحساس. لحظة ندم فيها ألم، سجن ضمير الناس. ضاع الحلم رفع القلم، صرنا بدون إحساس. عشنا وهم كتر الظلم، غير اصحى يا انسان. ايه في امل بعد العمل تعمر الاوطان. عشنا وهم كتر الظلم، غير اصحى يا انسان. ايه في امل بعد العمل تتعمر.